الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم أعزائنا الحضور في جلسة حوارية يقيمها قسم الثقافة في هيئة علماء المسلمين احتفاء بمنجز أدبي عنوانه كاميرا الحب والحرب، جاء مذيلا بتعريف من ثلاث كلمات من قصص المقاومة كانت كفيلة في رسم الصورة التي يفتقدها الأدب العراقي في مرحلة نحتاج فيها إلى كل توثيق. رواية كاميرا الحب والحرب لشاعر وكاتب ومترجم وناشط في ميدان العمل الإغاثي هو الأستاذ مكي النزال، فأهلا ومرحبا به بين إخوانه ومحبيه. ولعل من المناسب أن أقتبس إهداء الرواية من كاتبها الشاعر ومن شاعرها الكاتب، فقد أهداها بمقطوعة شعرية توافرت فيها فكرة الرواية، فهو يقول: لمن ساروا ولم يصلوا، لمن مكثوا ومن رحلوا، لمن كانوا فما الدنيا بنبض همومها شغلوا، فساروا في مفازتها وقد حملوا وما حملوا، كثير غيرهم هذروا وهم في صمتهم فعلوا. ليس من السهل أن أقدم بسطور معدودة أو بجلسة محدودة بوقتها وموضوعها الأستاذ مكي النزال الشاعر الفذ بقصائده ومسرحياته وما يكتبه من مقالات باللغتين العربية والإنجليزية. هو شاعر عراقي كبير بدأ مشواره الشعري منذ صباه، يصفه القريبون منه أنه يتنفس شعرا، غزير الإنتاج، رقيق الرجاء، عذب المشاعر، قوي السطوة على خصومه، ما ترك غرضا من أغراض الشعر إلا وسلكه وأجاد فيه. يشهد له بذلك النقاد والمهتمون بالأدب، وكثير منهم حي يرزق. له من الدواوين المطبوعة ثلاثة: خذني لبغداد، وخباء الليل، وحنين الشرق. وله من القصائد ما يملأ دواوين أخرى، وكانت هذه الرواية آخر إصداراته وننتظر منه المزيد. الشاعر مكي النزال يكتب بعض قصائده دفقة واحدة ويرى فيها نفس المطاولة والصمود، مثلما فعل في روايته القصيرة فقد تفرغ لها أياما وليالي ليسطرها على الورق، فجاءت قوية رشيقة رائقة جميلة تكتنز من المواقف ما يحتاج إلى روايات شارحة لمحتواها. رواية كاميرا الحب والحرب فصول منتقات، بطلها ومحور أحداثها مصور يرى الحدث بعدسة كاميرته ليكون شاهداً على مرحلة افتقد العراقيون فيها إلى ناصر ينصفهم وينتصف لهم. فكانت أحداث هذه الرواية وثيقة دالة على الفعل العراقي الكبير. قرأت مسودة هذه الرواية يوم كانت ملفاً لا يقرأ إلا على حاسبة، ثم أعدت قراءتها يوم هلت علينا ونحن في معرض الكتاب الدولي، وها أنا اليوم أكتب عنها بعد قراءة ثالثة لما تتمتع به من أسلوب فني في التصوير لا يمل منه القارئ، بل أجزم أنها لن تفلت من بين يديه حتى يأتي إلى آخر صورة فيها. وإذا كانت الصورة يعبر عنها في ميدان الإعلام والصحافة بأنها تعدل 1000 كلمة، فإن نزال أنزل لها 10,000 كلمة لتبيان قيمة هذه الصورة وكيفية قراءتها. ابتدع الأستاذ مكي النزال لنفسه أسلوباً خاصاً بسردية مكثفة تجعلك تعيش الحدث كأنك تراه تماماً كما وثقته عدسة مصور الرواية، بما يمتلك كاتبها من قدرة ممتازة
في نقل الصورة كاملة بتفاصيلها الدقيقة، ليرسم بطولة متفردة في منعطف تاريخي عصيب نحتاجها وتحتاجها الأجيال القادمة. واستطاع النزال أن يوثق محطة تاريخية فاصلة برواية أدبية ارتدت ثوباً قشيباً تزين بأحداث وبطولات وشخصيات ومكابدات لا يمكن للذاكرة مهما كانت متعبة أن تنساها، بل إن ما ورد في هذا المنجز الأدبي قد يحسبه البعيد عن الفعل العراقي محض خيال من كاتب روائي، ولكن الحقيقة تؤكد أنه واقع معاش في مدينة الفلوجة وباقي المدن العراقية المقاومة، وشواهده أكثر من أن تعد. وثقت الرواية صموداً عراقياً منقطع النظير، وجسدت الشخصية العراقية بخصوصية الثابتين وبتوقيع الأبطال الميامين بأسلوب مازج بين الوجدان والعنفوان، واستطاع أن يؤكد هذه البطولة بعناوين فصول هذه الرواية، بدءاً من المصور الجوال والعم ذنون والحكيم الثمل وأصحاب السجن، ومروراً برحلة بين المنافي والرؤية من زاوية ميتة، وليس انتهاءً بشادي الحرية وعصفور المنفى. عناوين ونصوص تتجلى فيها الألفة المجتمعية لدى العراقيين بأسلوب شيق لا يعتمد الطرح المباشر، ينتبه له قارئ النص. الحبكة القصصية بتخيلات متدفقة ثرت المعاني وبتقنيات السرد الرائق حاضرة وبقوة في هذه الرواية القصيرة، فقد استدعت طيبة الإنسان العراقي في زمن الطغيان المادي، وأظهرت صفاء معدنه وأصالة نسبه بتناص جميل ما بين نصوص الفعل البطولي على أرض الواقع وما تضمنه النص الأدبي في الرواية، يستدعي التأمل الذاتي والفلسفي معا. لا جدال في أن مكي النزال يتمتع بقدرة رائعة في إنتاج نص يحمل دلالات كبيرة بمعاني البطولة والإباء والاعتزاز بالأصل والدفاع عن الوطن. ختاما أقول هنيئا لمكي النزال هذه الرواية، وهنيئا لمحبيه وقرائه دخولهم مساحة جديدة في ميدان إبداعه. أترك المجال الآن للشاعر والكاتب الأستاذ مكي النزال ليحدثنا عن مقتربات روايته، أجواؤها، أحداثها، أبطالها، مواقعها، وكل ما يتعلق بها، فليتفضل مشكورا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا أيها الأخوة الأعزاء على تجشمكم عناء الحضور في هذا الجو الذي أسميته اليوم، لا أدري هل هي تسمية سجلها براءة اختراع أم لا، الظلام الأبيض. الطرق هذه التي ينعكس تكاد تعكس صورتك، فأشكركم لهذا الحضور الطيب. أشكر أخي وصديقي وحبيبي الأستاذ الشاعر حارث الأسدي على مقدمة وصورة أعطاها عن الرواية. حقيقة أرجو أن ترقى الرواية إلى قراءته. لن أطيل لكي أعطي مجالا للحوار إن وجد. الرواية أو يعني هي من المحدثات في هذا الزمن، هي رواية قصيرة تسمى نوفيليت، هي عبارة عن أكثر من 10,000 كلمة بقليل، مكونة من فصول، كل فصل فيها هو قصة قصيرة يمكن أن تقرأها وتتوقف. مجموع هذه القصص القصيرة
بطلها واحد، لذلك يصح عليها اسم الرواية. البطل هو مصور، أخي أبو أواب تطرق لذلك، وأخي محمد صيف تساءل إن كان هناك بطل ثاني هو الكاميرا، فالكاتب يركز على الكاميرا كثيرا في هذه الرواية. الحقيقة حتى المصور والكاميرا يمكن أن تأخذوهما على سبيل المجاز، فالكاتب شاعر أصلا، شاعر قديم وكاتب جديد. كتبت المقالة وكتبت القصة منذ الدراسة، أيام الدراسة الأولى، ولكن لم أظهر ككاتب قصة. الآن تجرأت وأصدرت هذه الرواية لأني أرى ميلا عند كثير من الناس إلى قراءة الرواية، ونسميها موضة الرواية هذه الأيام، ونرجو أن نكون وفقنا لنكون من المجيدين. الرواية فصولها حدثت خلال 15 سنة من الاحتلال الأمريكي للعراق، الاحتلال الأمريكي للعراق الذي لا يجرؤ أو لا يرغب الكثيرون من الحكام والمثقفين العرب والإسلاميين، لكي نكون واضحين، القوميين والإسلاميين لا يرغبون بتسميته احتلالا، ولا يرغبون أن يستمعوا لنا حين نقول أنه احتلالان، احتلال أمريكا واحتلال إيران. هذا دفعني إلى توثيق هذه الحقبة بهذه القصص لكي يعطى كل ذي حق حقه. الذين قاوموا الاحتلال يجب أن يعرفوا من هم وكيف قاوموا وكيف صمدوا وكيف قتلوا وكيف سجنوا وكيف دمرت مدنهم. الآن الآخرون، الجناح الإيراني في العراق يزعم أنه طرد الأمريكان، الجناح الذي جلب الأمريكان طبعا، علما أن الأمريكان طردوا من العراق بمقاومة معروفة مشهورة. قضيت 4 سنين ونيف في العراق أثناء الاحتلال من 2003 إلى 2007، وأحمد الله أني لم أسكت خلال 4 سنين، وأحمده إذ نجاني من القوم الظالمين. الرواية هذه يسأل دائما الكاتب والشاعر والكاتب أكثر، هل هي قصص حقيقية، هل هي قصص خيالية؟ كل القصص تستند إلى حقيقة، وللكاتب أن يصوغها كما يشاء. كل هذه الفصول عدا فصل واحد لكي أكون واضحا، هو فصل الوردة، يصور مراحل نمو الوردة، وكذا لم يصل مصورون إلى هذا الحد من الرومانسية. يعني أول قصة هي مدخل تعريفي للرواية كاملة، مصور يتجول، مصور جوال. المهم الذي أريد أن أقوله أنني لم أتخذ من سبيل من أسلوب المباشرة سبيلا. هناك قصة حب، وهناك سطر أو صفحة أو نصف القصة أو أكثر أو أقل للمقاومة، فنحن نجذب شبابنا من عمر 12 سنة إلى عمر 82 سنة إلى موضوع المقاومة بموضوع الحب. هناك طبعا تكلمنا كثيرا على وسائل الإعلام مختلفة، لذلك يعني كأن أحدا يسأل. الموصل مثلا
خصصت لها القصة الثانية. العم ذنون، هذه القصة صدقا كلما قرأتها دمعت عيني وكأني أقرأها لكاتب آخر. كانت كالشعر، يعني أمسكت اللابتوب، لا أقول الورقة، أنا أكتب على الحاسوب، فانهمرت كما تنهمر القصيدة، حزينة جدا، فيها ما فيها من التداخلات النفسية والاجتماعية ثم الإنسانية، ثم تظهر الحقيقة في آخر هذه القصة القصيرة. هناك في العراق حب يبقى، والعراق معروف على مدى 7000 عام بلد الحروب، وهو بلد الشعراء، وهو بلد العلماء، وهو أيضا بلد الحب بأنواعه. الحب طبعا ليس العشق فقط، ولكن هناك أيضا عشق في العراق. طبعا هناك حرب واضحة في العراق على مدى حياته، هناك فساد في العراق تتطرق له هذه القصص، ربما بقصتين. الفساد الذي في العراق لا يشبه فسادا في العالم، ولكن تطرقنا إليه بدون تفاصيل وأرقام وتركنا ذلك للمقالات. قلنا أن هناك احتلالا، هذا الاحتلال موجود، وكلما قلنا أنه موجود كذبنا الناس. وجاء السيد البطل ترامبو قبل يومين، وقبله الكنغر الأسترالي، ليقول نعم نحن في العراق نحتله ونغتصبه، ولا يمكن لأحد أن ينكر ذلك، دخلا بدون تأشيرة الدخول ولا حتى سلام على أهله، شربا ما شربا مع جنودهما في العراق وخرجا على عجل. هنا الاحتلال يرد كما قلت في سطر وفي صفحة وفي قصة كاملة. الحقيقة الكلام قد يكون كثير جدا ولا أريد أن أطيل، لكن لا بأس. الحوار طبعا الحوار ربما كثير عندي، لا أدري حقيقة هل هو ميزة في الرواية أم مثلبة، لكن أنا أحب أن أعطي للحوار مساحة فيما أكتب حتى في الشعر. يعني ربما دار أمجد ستطبع لنا قالت وقلت حوارياتي التي تعدت 100. العمد النون يبدأ بمخاطبة المصور، يقول أعتذر لك إن أزعجتك، ربما ظننتك ولدي الغائب فركض قلبي صوبك، أو أنك تشبه جاري الذي اغتالته طائرة، لا أدري. سأمضي في طريقي يا بني، هل تأذن لي أن أساعدك بشيء يا عم؟ أحمل عنك أوصلك لمكان ما؟ تستطيع؟ نعم، صادفني في مكان ما يوما ما، دلني عنوانك فأزورك، بل صدفة، أحب الصدف فهي لا تثقل على أحد، وقل لأبيك أنك تحبه، سأسمعك فأنا مستمع جيد عن بعد، ولا تبكي أمامه فتجرح قلبه، وقل لله إني بخير. قد تكون هذه الكلمات في بداية، يعني حين تقرأها أول مرة مجرد كلمات، لكنك ستجد دوافعها ولماذا قيلت حين تقرأ القصة هذه للنهاية. الحكيم الثمل مثلا، هنا رجل عراقي يحاوره المصور ويصوره، وتظهر المفاجآت عن هذا الإنسان الثمل، من هو وما هو وكيف آل به المصير.
تكلمنا عن قصة الوردة وعن السجن. السجون في العراق فاقت كل سجون العالم، وأنا أدعو أصحاب الإحصاء ليثبتوا كلامي ولا ليثبتوه. سجون العراق بلغت أعداد السجناء فيها ما يفوق أعداد السجناء في العالم كله، وأقسم بالله العظيم أن أكثر من 90% من هؤلاء السجناء هم أبرياء من التهم الموجهة لهم، وأن الأسباب احتلالية مبرقعة بالطائفية وتجارية. فالسجين يا جماعة تجارة رابحة في العراق، تمرر له الطعام تدفع، تأخذ ملابسه لتغسلها تدفع، تطلق سراحه تدفع كثيرا وكثيرا جدا وأكثر ما تتخيل. أشكركم وأشكر هذه النخبة الحقيقة. الحضور لا يفوتني أنا أقول أن الحضور مبهج جدا. هذه النخب وهذه التشكيلة الجميلة من النخب يعني تبهج وتسعد. أشكركم شكرا جزيلا على الحضور، وبارك الله فيكم، وأرجو أن تكونوا في غاية الصراحة في لمن قرأ الرواية، لأنها ليست شعرا، ربما في الشعر أغضب لكن في الرواية لا أغضب. شكرا جزيلا لكم. شكرا جزيلا للأستاذ مكي النزال على هذه السياحة الدالة على نقاط المثابات في هذه الرواية. ونفتح باب الأسئلة، واعتمدنا السؤال المكتوب لكي تكون الحوارية بين المقدم والكاتب. وريثما تكتبون أسئلتكم لعلي أبدأ بسؤال، فأقول بالتساؤل: العنوان كان امتزاجا رائعا بين الوجدان والعنفوان، معنى الحب والحرب، في رسالة تريد إيصالها، فهل هي رسالة تريد إيصالها، وإلى من تريد أن توصلها؟ طبعا هذا التمازج ما بين الحب والحرب. من المؤكد أن للحب رسالة يعرفها الجميع. المقصود هنا بالإبلاغ هي رسالة الواقع والحرب وما حصل، رسالة البطولة أولا، وهذا ربما لم يسمع به الكثير، سمعوا بالفلوجة وما حصل. طبعا بالمناسبة معظم الروايات تشير إلى الفلوجة، ورواية واحدة إلى الموصل والباقي لباقي أنحاء المناطق الملتهبة. المقصود إيصال رسالة الحرب وما حصل بعدها، ما حصل أثناءها من بطولة، وما حصل بعدها من كوارث. شكرا لكم. سؤال وردني قبل الندوة من الأستاذ الشاعر والإعلامي محمد نصيف، نقرأه لكم. يسأل: لماذا لم تختم كل قصة من فصول هذه الرواية بمقطوعة شعرية توثق الحدث، مع أن الإهداء كان شعرا بمقطوعة تصف الفاعلين بأنهم الناطقون وإن صمتوا، فتكون بذلك رواية شعرية أو قصيدة روائية؟ سؤال جميل. طبعا الرواية التي أعكف على كتابتها هذه الأيام هي رواية أطول من قصص حب وحرب، وستتضمن ديوانا من الشعر تقريبا، لكن هذه القصص قصيرة. الشعر أسمى من الرواية شئنا ما بينا، والشعر يبتلع الرواية، وستكون القصة مجرد مقدمة لقصيدة، فلذلك لم أمل إلى هذا في القصص القصيرة. المزاوجة هو كان يقصد المزاوجة. نعم، ولكن أنت تزاوج بين إملاق الشعر وهذه الفتاة الغضة التي اسمها الرواية، سيسحقها الشعر. من المؤكد أن الشعر سيسحق القصة القصيرة بالذات. نعم. هل غلبت في هذه الرواية المفردة الشعرية أم المفردة الروائية؟ حقيقة لا أدري، يعني أنا هذه لغتي وأكتب بها الشعر وأكتب بها المقالة أيضا. وقيل
أنا كتبت معظم مقالاتي باللغة الإنجليزية، كانوا يستغربون لهذه اللغة في الصحافة، وأنا هذه لغتي، يعني أكتب بها كل شيء، حتى لو كتبت رسالة لزوجتي سأكتبها بهذه اللغة، يعني لا أصطنعها، هي هذه لغتي. سؤال مداخلة هو وليس سؤال من الأستاذ الشاعر محمد خضير. يعطيكم العافية. حياكم الله. وما من كاتب إلا ويفنى ويبقي الدهر ما كتبت يداه، فلا تكتب يمينك غير خط يسرك في القيامة أن تراه. وهذا الفعل الكتابي حقيقة هو ما يسر المرء يوم القيامة. يقول المفكر الراحل الفلسطيني إدوارد سعيد إن على كل فلسطيني أن يكتب قصته. هذا كان عندما كانت فلسطين متفردة بألمها واحتلالها. اليوم هذه المقولة يبدو أنها يعني شملت العالم العربي، وأخص العراق الآن، وأقول بأن على كل عراقي أن يكتب قصته من أجل كسر مقولة أن التاريخ يكتبه المنتصرون. ماذا سنقول للمستقبل؟ أنا فقط يعني أحببت أن يعني أقول هذه المداخلة من أجل الشكر، من أجل أن أقول أحسنت، لأننا بحاجة أن لكسر هذه المقولة حقيقة، كي يدرك أبناؤنا في المستقبل بأن العراق كان بخير، كان هناك مقاومة حقيقية، كان هناك أيضا حب حقيقي. شكرا لكم. شكرا جزيلا الشاعر محمد خضير. حقيقة أنك حين تفتش في داخلي ستجدني منتصرا، فلقد ركعنا هذا الاحتلال، كبدناه خسائر ربما تفوق الكلمات التي كتبت بها. في النهاية البارحة أو أول البارحة هم يغضبون لحضور ترامب وخروجي بدون موافقة، وأنا أقول جاء إلى أرض المقاومة سرا وخرج سرا، ولذلك دلالات أخرى ربما سنكتب عنها كثيرا. نعم، نحن كتبنا حبنا وحربنا بروح المنتصر ولو بعد حين إن شاء الله. وأشكر مداخلتك الكريمة جدا، الله يبارك فيك. تمام. سؤال وردنا من الدكتور محمد محمود الطيف، يقول: وصفت في مقدمتك الماتع الأستاذ أبا أنمار أوصافا يستحقها، وجاء منها أنه قوي السطوة على أعدائه. أقول: من يكتب عن الحب لا يعرف السطوة والقسوة من حبه للناس، قويت كلماته واشتدت على خصومه، لعلهم يعودوا إلى رشدهم ويسلكوا درب الحقيقة. يعني هل يعني كيف دكتور؟ كيف تكون، كيف يكون الوصف قاسي على خصومه وهو يتمتع بهذه الكمية من الحب؟ أجيب الدكتور الفاضل وهو طبعا أستاذنا في هذا المجال وغيره: ولقد ذكرتك والرماح نواهل مني، وبيض الهند تقطر من دمي، ووددت تقبيل السيوف لأنها لمعت كبارق ثغرك المتبسم. فماذا تقول، فماذا تقول يا دكتور؟ لكنها هي من المبالغات. العرب طبعا هذه قاطعتها بقصيدة في الرواية الجديدة، قرأتها في برنامج أبي خطاب. العرب كانوا يبدأون نسيبا حبا وعشقا، ثم يدخلون حتى في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم. فنحن لنا ما ليس لكم أيها العلماء والمفكرون، أنتم تكتبون مرغمين على كل كلمة عدا رأيكم طبعا، ولكن هناك قوانين وقوالب يجب أن تتبع. نحن نحلق كما نشاء، نحب ونحارب، وربما نهجو هجاء. ربما سمعت القصيدة الأخيرة: أنا العربي يا ابن جحور فارس، ولنا ما ليس لغيرنا. شكرا جزيلا دكتور.
عفوا يعني هي سطر. أنا أريد أوصل فكرة إنه الأستاذ مكي لا يعرف السطوة ولا القسوة، ولكنه محب حتى لخصومه. فلسفته من شدة حبه للخصوم يقسو عليهم لعلهم يعودوا. لعلهم يعودوا. هذا حب مو قسيح. نعم. الله يبارك فيك دكتور. حقيقة حين ينطبق عليهم قول الأخوة فهذا أشكرك على هذا الوصف، أرجو أن أكون كذلك. وقد أضيف أنه عليه فلا. أن يقول وعليكم أن تتأولوا. نعم. دكتور محمد القواسمة يسأل: ألم يكن الشعر كافيا للتعبير عن واقع الاحتلال، وبخاصة الشعر يخاطب الناس خطابا جميلا يؤثر تأثيرا كبيرا في الناس، فلماذا كانت الرواية؟ الحقيقة هي انهمارات، يعني أنا قلت أني أكتب منذ صغري القصة والشعر، فأنت لست ملك نفسك، هذا واحد. ثانيا في الإطار العلمي والتحليلي الشعر لا يمكن أن يتطرق إلى التفاصيل، يعني نحاول جاهدين أن نضع فيه، يعني هو أصلا إيجاز ومجاز ولغة. مهما تبسطنا، وأنا معروف بكثير من قصائدي بالسهل الممتنع، لكن يبقى للشعر مساره الذي لا يفسر، وإن فسر فأنت تخشى ممن يفسره أن يقول كذا وكذا. يعني قبل مدة كتبت قصيدة قرأها بعض الأخوة، يعني بدايتها تقول هذا يمتدح أعداءه، وهي فيها سخرية مبطنة تظهر في آخر القصيدة. الأخرى عن الإمام والحاكم تقول أن الرجل تعلما وصار علمانيا، ولكن لما تقرأ في النهاية يخشى أن يشطح الشعر بالقارئ وأن يفسره الناقد وبغير. أما الرواية والمقالة بصراحة أنا كتبت المئات من المقالات كمراسل لوكالات أنباء وكاتب، المقالة هي أفضل توثيق، لكنها قد تكون آنية وتنتهي، فلذلك نخلد الفعل بالرواية ثم نتوجه بالشعر. شكرا لكم أستاذ. هناك سؤال من الدكتور إبراهيم العوران: هل هذا اللون من الأدب مطروق، وهو أن تفضي كل قصة إلى أخرى لتشكل رواية؟ نعم نعم، هذا النوع أنا شجعني الناقد الأول أعتبره في العالم العربي الأستاذ شجاع العاني، للأسف لم أجده بعد أن أتممت الرواية. أخبرته عن هذه الطريقة فقال: هل تظن أنك مخترع هذه الطريقة؟ قلت: لا أريد أن أكون مخترعا. فتطالني سكاكين النقاد ويقولون: ماذا يفعل هذا؟ قال: كتب قبلك فلان وفلان من الغربيين هذا الصنف، وهي رواية إن كبرت ورواية قصيرة إن قصرت. هذا السؤال لم يذيل باسم كاتبه، يقول: الرواية رائعة وأكثر من رائعة من أستاذ رائع ومعروف، وكلامه من رحم المعاناة. أرجو التوضيح، قد يظن السامع لقولك أن الإسلاميين والقوميين لا يعترفون بأن هناك احتلالا، والمعروف والواقع أن جزء القليل الذي لا يمثل شيئا ممن يرفعون الشعار الإسلامي هم بذلك المقصود. الحقيقة إن قلت ذلك فأنا أعتذر، أنا قلت الكثير من، وكان يجب أن أضمن بين هلالين، وحين نضمن بين هلالين نقصد أن من يدعون الإسلامية ومن يدعون القومية العربية ويصدعون رؤوسنا بالأمة والأمة، اليوم هم في أحضان أعداء الأمة، هذا يجب أن ننتبه إليه جيدا، لأن هؤلاء يتذرعون بمختلف الذرائع ليخدموا أعداء الأمة لمصالح ضيقة، أو ربما لفكر ليس بالسديد. لدي أسئلة أيضا غير مذيلة بأسماء كاتبيها. يقول السؤال: أعتبر دخول
العدد الكثير من الأبرياء إلى السجون هو نصر لكشف الحقائق. وهناك سؤال: هل الرواية خطاب للعراق أم للعالم أجمع؟ الحقيقة السجناء السجن يجب أن نعترف أن السجن مذلة، السجن مذلة، لكن في داخل هذه السجون من قصص البطولة ما لا يقل عن قصص البطولة خارج قضبان السجن. يعني من الحضور خصوصا إخواننا الفلسطينيين الأصل والأردنيين، من يعرف أن هذه السجون ضمت خلف قضبانها أبطالا لم يقصروا في مقارعة العدو بهيئة المحقق والقاضي في داخل قضبان السجن، بالرغم من كونه سجينا يجب أن يكون ذليلا. السجن طبعا نوع من البطولة، نرجو أن لا تجربوها ولا تمارسوها يعني الحقيقة جميعا. هذا سؤال ربما مكرر لكن للأمانة نطرحه: كيف تقول أن مجموعة القصص شكلت روايتك بطلها واحد؟ بطلها واحد هو هذا الذي وحد القصص، وطبعا سياقها يعني غرضها وغير ذلك من العوامل واحدة، وكان يمكن أن أدمج أقول وذهب وأربط يعني لدي هذه التقنية، لكن هكذا هي أسهل للقراءة من الرواية الطويلة. الرواية الطويلة بالمناسبة من يقرأها حقا يعني لا كما نقول كشخة يحمل الرواية ويقول أنا أقرأ، من يقرأ الرواية الطويلة 200 صفحة فما فوق هم قلة قليلة جدا جدا جدا، والباقي يقلب فيها ويأخذ من هنا وهناك ويهرب. سؤال وردنا من الأستاذ أياد العناز يقول فيه: تلمست حقيقة وأنا أقرأ الرواية أن ملامح المصور ورؤيته ظاهرة في الصورة النصية، وكأننا في ألبوم صور نستطلعه صورة صورة. ماذا أراد الكاتب من هذه الصورة؟ بطلها المصور، بطولة المصور، أم أن تفرد الصورة، أم أنه يريد إبراز الكاميرا، دور الكاميرا كبطولة في هذه الرواية؟ الحقيقة كل ذلك وأكثر. يعني هناك يعني لما تنظر لها من الناحية التقنية أرجو أن أكون نجحت في وضعها بإطارها بلغتها بفصول بكذا. المصور أيضا أحد الأبطال المهمين جدا كالصحفي والشاعر، وربما في بعض الأمور أكثر من الصحفي والشاعر، وأنا لست مصورا. لماذا؟ لأن ما تقوله صورته دليل دامغ، لا يمكن أنا يمكن أن تناقشني تقول أين حصل ذلك، من قال؟ أما المصور فيقول لك تفضل. وخصوصا أن يعني أنا ركزت على الفوتوغراف هنا، يعني الفيديو أيضا موجود في الرواية قليلا، والفيديو لا يمكن أن يكذب أبدا. لدينا سؤال ربما الأخير إذا لم يردنا سؤال آخر من الأستاذ عبد القادر النايل الناشط السياسي المعروف، يقول فيه: ركزت الرواية على شخصيات من الواقع الفلوجي وأخرى من عموم العراق، ما الهدف من هذا التنوع؟ وهل هو مقصود أم أنه نقل واقع من دون رتوش؟ وهل هي رواية فلوجية بحكم المساحة المكانية أم أنها لعموم العراق؟ مؤكد أنا كتبت في الفلوجة وغير الفلوجة، ولكن تبقى الفلوجة. يعني أنا الأسبوع الماضي شاهدت فيلمين أجنبيين ذكر فيهما اسم الفلوجة. يسعدني أن أكون من هذه المدينة المرعبة لأعدائها المحبة لأبناء أمتها الرافعة لراية البطولة والفداء والمقاومة. وكلنا يعلم وإن تجاهل غيرنا أن المقاومة الحقيقية فجرت من هذه المدينة ومن حي نزال، وهذا فخر لا أتجاوزه، لست أنا من فجرها، ولكن هذه الهدايا الربانية أنني من هذه المدينة ومن هذا الحي، وأخ وأب وخال وعم
وابن يعني الشهيد الأول كان يكبرني عمرا ب 25 سنة في هذه المدينة. هذه المدينة يجب أن يوضع الحجر الأساس لبناء سوف يبنيه أبناء العراق فيما بعد. يمجد ببانوراما خالدة فعل هذه المدينة. هذه المدينة فجرت المقاومة، كانت أولى المقاومين وآخر المتوقفين إن صدق القول أن المقاومة قد توقفت. يعني هذا ليست فورة آنية، هذه قصة كبيرة يمكن أن نستمر في روايتها أبد الآبدين، والله تعالى أعلم بذلك. أنا أيضا أوردت بالاسم الموصل، والباقي تركتها للقارئ الكريم. في الختام لا يسعني إلا أن أتوجه بالشكر الجزيل إلى الشاعر والكاتب الأستاذ مكي النزال على هذه الاستضافة الجميلة وهذه السياحة في روايته الجديدة، والشكر موصول لكم أحبتي على هذا الحضور البهي. عسى أن نلقاكم في لقاءات قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.